الكل يقول نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفع وزدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم بنتكلم عن موضوع شيق. أظني ما شاء الله في إقبال، الكل يبغى ينتظر ما هي الخصائص النفسية للرجل بعد 40. بعد يبون حبيت يبون بعد 40، احنا حنمشي على بكل الأعمار وليس من 40. ولكن على فكرة بعطيكم شيء معلومة، يعني الرجل في 40 يكون شاب أكثر من هو عمره 20. هاي فكرة بس نعطيكم إياها، وكيف إنه يرجع للشباب مرة أخرى، وكيف إنه يبدأ حياته من جديد مرة أخرى في عمر 40. هي مرحلة من أقوى مراحل الحب عند الرجل، تصوروا هذا الشيء، أظن شيء ما تتوقعونه. ولكن إن شاء الله حوارنا شيق، إحنا هنقول حوار أو هنقول سوالف، خليها سوالف، ما حندخل في جانب علمي وايد، ولكن حنتكلم في جانب جدا يهمكم، خواتي الفاضلات. أتوقع إن في ريايل ولا لا؟ والله في ريايل، يا أوكي وايد زين. طيب تعرف على نفسك، تعرفي على نصفك الآخر معاي إن شاء الله في هذه الأمسية الجميلة. طيب ما هي خصائص الرجل؟ طبعا عندنا يعني إحنا في عادة لما بندخل القفص الذهبي لابد ندخل، يعني قبل أجدادنا لما كانوا يدخلون أو كانوا يتزوجون ما كان عندهم فكرة نتعرف على النصف الثاني ولا شو النمط ولا لا، ما عندنا هالسوالف قبل. كانوا يتزوجون عادات أبائنا وأجدادنا. حاليا ما شاء الله على مستوى المؤسسات وعلى مستوى وزارات وعلى مستوى أصبح يعني في شيء من صندوق الزواج، وصندوق الزواج عشان تاخذ هذه المنحة لابد تمر بمراحل تدريبية، وبعد مراحل تدريبية يصرف لك المبلغ، وبعدين يمرون بعد في يعني ما شاء الله دولتنا حريصة كل الحرص ان نحصل على هذه المميزات. ليش؟ لان بالفعل احنا محتاجين نعيد تأهيل كثير من الاخوة والاخوات في كيف ابتدي حياتي مع نصفي الاخر، كيف ابتدي دربي او طريقي مع النصف الاخر. طيب هل نصفي الاخر يشبهني؟ هو يختلف عني؟ هذا وايد حوار مهم جدا. هل احنا بطرط نسوي لهم قبل، احنا عادة وصل للمشروع الى ان نسوي لهم اختبارات بحيث نشوف هل النمط هذا يتناسب مع نمط الرجل، وهل يقدرون يكملون الطريق مع بعض او لا. هذا بعد صار، يعني هذا الشيء بعد صار في بعض المؤسسات او بعض الجمعيات النفعية. كل هذا الشيء نقول ان هناك بالفعل اختلاف بين الرجل والمرأة، من سواء الخصائص والطبيعة والفكر والنفسية، ولكن احنا حنكون بس نقص بين قوسين النفسية لدى الرجل. ليش هذا التايب؟ لان نعتبره هو جزء رئيسي في ان انا تتعرفت على نصفي الاخر، صار وايد سهل علي كيف انا اتحكم وكيف انا اتعامل وكيف افهمه وكيف احبه وكيف انا بعد بحاول اكون، ما يكون لغتي لغة علمية بحتة، احاول اكون قريبة من قلوبكم، من سمعكم، من شوفتكم لي ان شاء الله تعالى، وبالتالي يكون سهل عليكم تستوعبون شو ما اقول. زين، هل هناك انا قبل ما ادخل بعد في الشيء المهم، في وايد اشياء حنتكلم فيها، ومن ضمن الاشياء هي لما يكون في مشكلة او لما أبغى أتعامل مع الريال أشوفه هو من أي نوع. هل هو طبعاً ما بنتكلم على حسي وبصري وحسي، أكيد دخلتوا فيها وتعلمتوها وايد وشفتوها، لكن حنتكلم على كيف يتعامل مع ردة الفعل. يعني أول شيء، هل لما يجي مشكلة أو يجي أي شيء أو شو، من وين ينظر منظور الخصائص الرئيسية عند الرجل؟ ينطلق من القيم، يعني منظور الرجل أو فكر الرجل من وين ينطلق؟ ينطلق من القيم. قيمة من وين؟ هل هي هذه تكسبها قوة؟ هل القيمة هاي بتكسبها كفاءة؟ هل تكسبي الفعالية والإنجاز؟ هل بتعطيه صفة أن يتميز فيها المرأة؟ المرأة غير، الجانب العاطفي دائما يغلب على المرأة، وفيها كثير من الأشياء، الالتمام والأمان، ما بنتكلم على المرأة، ولكن بس شوية بلجأ أحيانا للمقارنة حتى يكون تقرب لكم الفكرة. طيب في ردة فعل نحو الرجل، يعني لو أنا مثلا أبغى أعرف ردة فعله، دائما يحب الإنجاز ويحب الأشياء واضحة أمامه، وبالتالي يسمونه ما يسمى شو ردة فعل الرجل في حال وجود مثلا فعل أو تصرف، في حال حياته اللي نقول الفكرية أو القيمية، دائما ينظر لشيء اسمه قيمة. طبعا أنا عندي
حطيتكم وايد نقاط، انا ياسا اكتب من الصبح اشياء نقاط الاساسيه بانكم كيف تتعرفون على النصف الاخر او ما هي اهم الخصائص النفسيه. حننطلق ايضا في الاحتياجات العاطفيه. اهم احتياجات الطفل، عفوا تعودنا على الطفل، على الطفل احنا دوم نتكلم عن الطفل. احتياجات النفسيه عند الرجل احساسه بالثقه ان المراه التي امامه او العائله التي يتعامل معها الشاب او على مستوى الاسره او على مستوى الزوجي دائما عنده حاجه قويه جدا الى الثقه، يبغي حد يثق فيه. لا تشككين فيه، لا تقولين والله لا هذا ما يدرب هذا السلوك شيء السبب، لا تغير مره واحده زين شو السبب زين انا لا انا خاف اعطي الثقه، لا والله كل الرجال عندهم كذا، كل الرجال ما ادري عندي قيمه عاليه. احنا دائما نعمم، ترى مشكله المراه تعمم احيانا، بعد ما بدخل في المقارنات عشان ما يصير ان انا اتكلم عن عن المراه وبالتالي يصير عندي مشكله. انا ياسا اقول ان مثلا اهم شيء يسعى الى الثقه، يسعى دائما وابدا الى القبول، يعني يحب يكون مقبول من الطرف الاخر، يحب دائما ان يكون محبوب من الطرف الاخر. والمراه بس تحب تنحب، لا الرجل يحب ينحب ويحب دائما يكون مقبول وموجود ودائما هو في على طور ان يكون لافت نظر الاخرين. هل موجود عند المراه؟ موجود عند المراه بس يختلف عن الرجل، لكن النقطه المهمه جدا انه هو يحب دائما يكون ملفت للنظر، يحب يكون عنده ثقه عاليه، يحب يعجب، يحب يكون جذاب. حتى لو لاحظتوا بعض المولات لو سرتوا بيشوفون عيالنا ما شاء الله عليهم الشباب لا تعليق، يعني بيشوفوا اشياء عجيبه، مرات اشكالهم غريبه، مرات يحط لك مرات في مكان معين، ويعني امور كثيره تصير مرات، وبالتالي احنا نستغرب على هذا الشيء. بعد يكون دائما احساس يحس تحب التشجيع، دائما يسعى دائما وابدا بيحس انه يبغى حد يشجعه، ما يبغى دائما لو سوى اي تصرف بارك الله فيك ما قصرت بعيالي اكرمك الله دوم ما شاء الله تجيب لنا اشياء متميزه ما تقصر اليوم دوم تودينا اماكن حلوه. فاذا هو دائما وابدا يسعى الى التشجيع، يحب حد يشجعه، يحب حد يسال عنه، يحب حد يود. هل هذه حاجات؟ نعم حاجه، هذه وايد حاجات اوليه موجوده عند الرجل، يعني في حاجات اوليه لم ما تنستغنى ان احنا بد نتكلم عنها. وهذه الحاجات مثل هو احنا ما بنتكلم عن هرم ماسلو، احنا كلنا عندنا حاجات، ولكن في تخصيص للرجل، يعني في تخصيص في اشياء اساسيه، في اشياء ما يعني من خلالها هو يتحرك محور سلوكه، محور سلوكه يتحرك من هذا الامر. يعني احنا هذه الامور لابد يكون هناك عنده احتياجات عاطفيه، ومن اهمها مثل ما قلت لكم بعد من اهم الاحتياجات دائما استجابته كيف تكون. عند احتياج بيكون في استجابه، الاستجابه عند الرجل دائما وابدا في حاله سكون او انعزال او صمت، ما يكون ردة فعل دائما. لو لاحظوا في مواقف انفعالية صارت، لو صار موقف خلاف او شيء ما يدخل الرجل دايركت ويتم يرمس ويتكلم صوت عالي ويرفض، لا عادة وابدا دائما ياخذ الموقف بصمت، صمت ما يحاول يتكلم. احنا ياسين نتكلم عن الحاجة وبعدين الاستجابة، كيف يستجيب للموقف، كيف يستجيب للمشكلة اللي صارت، كيف يستجيب لما يحصل اي موقف. يعني الرجل عادة يسحب نفسه ويفكر شوية ويدخل في صمت. لما يدخل في صمت هني مفترض، طبعا احنا انا بعد ما بدخل في اشياء بتكلمكم عنها بتفصيل، ولكن في هالنوعية من الفكر لما يدخل في صمت هني مفترض ان احنا شو نسوي؟ ستوب، نوقف الفكرة، نوقف الكلام، ما نحاول نحتك فيه، نحتك شو اللي يصير؟ دائما الخلاف تحصل هني، هاي النقطة، هالنقطة لما ليش تحصل الخلاف احيانا؟ ان احيانا ان هالنقطة المرأة تدخل، ها ليش ساكت؟ افا ليش دوم ساحب عنا؟ ليش جالس بروحك في حجرة؟ ليش ما تيجي صوبنا؟ دوم انت هني في الوقت الحالي في هذه اللحظة هني يفترض ان ما ندخل في مرحلة الصمت، راح ندخل فيها شوية بعد عمق، أنا أتكلم على شيء معين الآن، ولكن ندخل بعد في عمق آخر متى يلجأ، احنا نتكلم بصفة عامة وبعدين حنتخصص، يعني أنا سأعطيكم العوامل الأول والأشياء العامة وبعدين أتخصص شوية أعمق فأعمق، تمام. في أيضاً لغة الحوار عند الرجل، لغة الحوار عند الرجل يحب يخصص، ما يحب يكون مثلاً الكلام عام. المرأة عادة تعمم، احنا قلنا سوينا حطينا، الرجل انا كنت حطيت سويت قلتي فعلتي، اوكي. فبالتالي لما يحاور يخصص شوي ما ينطلق
ما ينطلق بصوت عالي أو بصوت مسمع عالي، وبالتالي هني يصير عندنا إن اختلف لغة الحوار. يحب ما يقول دائما مثلا حتى لما يتكلم يتكلم شوية صوت أهدى سلو. إحنا المرأة إحنا كحريم يعني أنا يعني كومنت من شوي أن نتكلم بسرعة، نعم إحنا كحريم أسرع في الكلام لأن إحنا نحارب الفكرة. احنا يعني شوفي احنا عاده لما نتكلم في استجابه، الاستجابه للفكر اللي داخل، الفكر اللي داخل لما افر انا يكون فكري في شيء وكلامي في شيء، فبالتالي انا سريعه بسرعه اخذ الكلام، اخذ بسرعه اتكلم بسرعه ابعد لاني اخاف انسى الفكره. اوكي فبالتالي الاستجابه عندنا عاليه يعني لذلك، وهذه لو جيتوا من نعم الرحمن علينا ومن نعم الله سبحانه وتعالى علينا وجدنا هذه النوعيه من الاستجابه. ليش أمنع من الله علينا؟ لأن لو ما كانت هالاستجابة عالية ممكن يصير يعني طامة كبرى وأنت أمام أي موقف صاير، صار شيء مشكلة يعني مشكلة ما عند طفل، مشكلة طاح مثلا كذا وأنا استجابتي بطيئة، لو صح الرجل يتحرك ولكن لو جيت استجابة شوف أسرع المرأة أسرع من استجابة الرجل في هالموضوع. الرجل دائما لغة الحوار هادي، يتكلم بهدوء، تقول له مثلا أنا أبوه أنا هرمس وأنا أقول وأنت يا سغني هي نعم زين بعد ما أدري يعني هذا صح ولا غلط، ولكن هذه من الأمور اللي تلفت النظر دائما، وهذا لأن حواره أو لغة حواره هادية جدا، فبالتالي نشوف استجابته بطيئة. لا عيب في الرجل ولا عيب في المرأة، ولكن هذه صفات نفسية قوية خلينا دائما نشوفها احنا بعين نقول والله كيف شو السالفة احنا ليش نشوفها بطريقة، طب ليش انت شي انا رأيني هذا دوم انا ارمس ما بقول ليالس اوكي طب لا. فبالتالي ننتبه لهذه النقطة. ايضا في قواعد مهمة جدا في نفسية عند الرجل، قاعدتين مهمين جدا، قاعدة الصراع وقاعدة الانفعال. مرة ثانية بكرر، قاعدة الصراع قاعدة الانفعال. شو يعني قاعدة الصراع؟ يعني عنده مشاكل شوية عالية في القلق، عنده القلق عالي جدا، عنده ليش؟ لأن الريال يطلع طول الوقت برا، طول الوقت يحارب، طول الوقت يشتغل، طول الوقت العائلة يدعم أمه يدعم أمه يدعم كذا، عنده وايد مسؤوليات، الشغل الدوام ربعة إلى آخره، عنده عدة جهات، عنده بيزنس عنده كذا كذا، فهو في حالة قلق دائم وفي صراع دائم حوالين ما هو الجديد، شو بيبحق أهله، شو بيسوي، شو بيبني مستقبله كذا، فهو في حالة قلق دائما، في حالة ثوران دائما، في حالة صراع مع واقع موجود، في حالة إنه هو يبغى يحصل أعلى مستويات، يبغى يوصل أعلى درجات، يبغى يحصل أعلى يعني من كل التالي في حال الصراع دائم مع الانفعال مع الطبيعة نفسها طبيعته هو في حياتك كإنسان. أيضا في قاعدة الانفعال هو يعني الانفعال عنده ما نقول بسرعة يواجه مثل ما قلنا بساعة، هو مواجهة للمشكلة كيف يحلها. طيب هندخل هاي المهم، أنا أعتبرنا هذه جزء مهم جدا، كيف الريال أو كيف الرجل افهم عشان بعد كيف الرجل يكون يفكر في حاله المشكله، كيف يتعامل معها، كيف يتعامل مع المشكله. طيب عشان بسجلكم انا حاطه ترى نقاط وايد مهمه، فبالتالي يا سانتقل للنقطه هذه، انا يا كاني احاوركم نرمس ويا بعض ونسولف شوي بحيث ان احنا نوصل لمهمه جزئيه مهمه جدا اللي هي كيف ينظر لحل المشكله. في حال المشكلة عادة احنا قلنا الرجل يعني عنده شيء اسمه من العزال، يعني ما يواجه المشكلة ويسمونه يدخل في الكهف. يعني في ناس نطلق عليه ان هو يدخل في الكهف، في ناس نطلقوا عليه ان يدخل في منعزل ما يحب يواجه. مثلا لو صار يعني انا اذكر من المواقف اللي مرت يعني من بعض الحالات اللي مرت علي ان يا كان في استشاره وبعدين فجاه سمع خبر وفاه والده طوال عمركم جميعا. فهني الرجل كان ردت فعله انا بقعت يعني هو علاقته بابوه عاليه جدا، يعني انا عارف ان هذه الناس او هالشخصيه او هذا الشخص بحد ذاته علاقته عاليه، يعني في علاقه كبيره مع الاب، توقعت انه حتى تدمع عيونه. فجاه لا دموع لا كلام، صمت حاد جدا وبدا يخفض وبدا يحط راسه بالطريقه هذه. هني بدا يدخل في الصندوق، حنتكلم عن عقل الانسان او عقل الرجل ايضا، يدخل في الصندوق بدا يفكر طيب اوكي انا هني كيف اتعامل مع المشكله، ابوي توفى طب انا شو بسوي هني. حتى لو يسمع صوت ما يسمع ما يرى،
ما في استجابة أحياناً، خصوصاً الصدمة الأولى. عند الصدمة الأولى، يعني عند الصدمة الأولى يبتدي في حالة ما يدخل في التصميم، لأن شاف إني بين تعليق صندوق الذكريات، لا ما يدخل في صندوق الذكريات، ما يطلع وايد للذكريات. يعني الرجل، المرأة تعود للذكريات أسرع، الرجل يقلل عملية الذكريات عنده أبطأ من المرأة، لكن ما يضر بعملية الذكريات، ولكن في كيف يتصرف مع المشكلة. المرأة ما تنظر، لو جت الحالة بس شو تسوي؟ أول شيء تسوي تصيح بصوت عالي، يا إما بصوت عالي يا إما تنزلي وتروح مكان صارخ. يعني طبعا هذا أنا ما يعني مو بكل استجابتنا وحدة، ولكن التعبير دائما بصوت مرتفع. أما الرجل لا، تعبير صامت داخلي، فبالتالي يشوف يشوف إنه لا بيدخل، بالتالي ما يفكر كيف يتعامل مع المشكلة، هو شو يتعامل، وين بيصير، كيف بيسوي العزة، وين كان يفكر في التصرف. وبعديها بعد 3 أيام بعد العزة تشوفينه دخل في زاوية، قد يكون شهر أو شهرين. وفي منهم اللي ما يقدرون يقاومون الألم يدخلون في الصدمة، ما بعد ما يسمونه ما بعد الكرب أو ما بعد الصدمة، ويصير عندنا مشاكل نفسية. بس هذا يقول قلما، لكن الحمد لله فضل الله أنا أعتبر شو الصدمة أو كيف يتعامل مع الصدمة الأولى. أيضا الرجل عادة يحلل، بحلل بصمت، يعني يحلل، ما يربط، يعني يسوي رابط، يعني يربط هذا بعدين ايوه شي استوى وبعدين بسوي شيء وبعدين بطق، بحلل لها. المرأة التحليل عندها اضعف، ما تحلل، صح تدخل تحلل وايد اشياء تتكلم في وايد اشياء، ولكن لما تيجي تدخل في المشكلة تحللها بطريقة ثانية على مفهوم الرجل. الرجل يكون بالفكرة عالية كبيرة جدا، بالتالي عشان كذا نسميه مرة الرجل الصندوق، لان تفكيره مرات تدخل في حيز معين في تحليل معين. المرأة لا، تشوف عدة جوانب، واحد واثنين وثلاثة، هذا ليش قال وعشان شي استوى، هذا ليش قال استوى. طبعا خلينا من المقارنة، بس انا بعد يسا اقول اربط عشان يكون عندكم التحليل واضح. مرات بعد من اهم الاشياء اللي فيها فكر الرجل في المشكلة او يفكر، يعني كيف يفكر، تحصلينه يفكر بسرحان، يسرح، تحسينه فجأة يالس وانت ترمسينه، فجأة راح في زاوية اخرى، يعني عادي لفت عيونك، انت جالسة مشين، انت هنا بيد، انت الحين شايفيني بالكاميرا طبعا، انت جالسة تشوفين مني، هو اخذ زاوية يمكن عطلت زاوية شي وعيونه صارت يمين. حتى لو في مطعم ياسين تاكلون، فجأة شفتي راح في زاوية اخرى، حتى الحين ما عاد تفكرني، وين صار، وين سرحان، وين يصير هالريال كل يوم الثاني اشوفه يفصل عني. من سمة الرجال في حالة التفكير ممكن يسرح ويروح بزاوية تماما بعيد، ممكن 100%، ولكن هو موجود جسديا ولكن ذهنيا مش موجود ويانا. فبالتالي أيضا هني يختلف في ردة الفعل، عملية الذهن عنده شوية تبعد عني وتصير بمكان آخر، وبالتالي إحنا ما نقدر يعني نوصله بسرعة. فهني المرأة تدخل عرض، ليش يسرح، وين يصير، دوم تفكر، دوم بعيد عنا، لا حط ببالك وفكرك وانتبهي وايد شيء مهم جدا في حالة السرحان، خليه لا تدخلين خط عرض، لا حاولي تخلينا ينتهي من فكرة، هو على طول بيدرك وبتدي يرجع لك مكان. قد يكون سرحان في شغل، عنده مسؤوليات، عنده حد، يعني حطي دائما 100,000 عذر. ليش؟ لأنك أنت من نهاية خسرانة دخلتي في هاي الصمعة، خسرانة، ها فاسرة بقولك إياها من حين. فلازم تكوني حريصة كل الحرص في حالة السرحان في أنك وين تخلين. أيضا في شيء أو مقولة وايد حلوة، حتى تزيدين من الاهتمام لزوجك عليك مزيد من المهام لزوجك. نرجع نقولها مرة ثانية، حتى يزيد اهتمام زوجك عليك بزيادة المهام لدى زوجك. شو معناته؟ كل ما اعطيتي مام يحب المهام، يحب الشغل، مثلا انا مثلا بعيالي انا ابغى تروح الجمعيه تشتري شيء فلان فلاني، وبعدين بتروح المدرسه عندك كذا كذا، وبعدين يحب المهام، يحب دائما يكون موجود. لا تاخذين دوره وتقولي والله خد دوري، لا تاخذين دوره وبعدين تقولي خد دوري، اعطيه دوره، اعطيه مسؤولياته. واحد يقول من اول ما عرسنا انا اشتري وانا اسوي وانا اسوي، انت تسويتي شيء، مو هو أهم عليه إني أدي مهام، أهم عليه إني يسوي الأشياء، لكن أنتي تدخلين عرض حضرتك وتاخذين كل الأدوار بالخذ هذه. أنا ما أقول حالات عامة، ولكن هناك حالات بهالطريقة، يعني تقول لي والله ريلي طول الوقت ما يسوي شيء، عليه من الدوام يأكل ويشرب ويرقد، زين أوكي ليش؟ رجع للسيناريو قبل، شو صار وياكم؟
اول ما عرستوا؟ هل انت بديتي معاه حياه صحيحه؟ هل انت بديتي ان تعطينا المسؤوليات؟ هل انت بديتي توزعين الادوار؟ هني وايد مهم، لان الرجل كل ما انت اعطيتيه مهام كل ما انت ايضا حسيتي بالاهتمام. احنا ما بندخل بعد وايد بالموضوع هذا، لان لو احنا بعد فصلنا بالمقارنات بيصير عندي مشكله. بالتالي انتبهي، كلما زدتي حتى يزداد بك اهتماما فعليك بزياده مهام لدى زوجك. فانتبهي، هاي وايد موضوع حلو وموضوع مهم جدا. لا تحسسين، يعني حسسي انه موجود، انه كل شيء. انت عارفه السيد قبل يقول وس السيد وس السيد والسؤال، بها جزء مهم جدا، ترى هو ملك هذا البيت. بالتالي حتى الاسد في المملكه، مملكته مملكه الغابه، لاحظوا لما يسمح حد دائما وابدا. الاسد احنا ما نشبه بالاسد، ولكن يعني في سمه من سمات الاسد. زين، فهني بيس في كورنر او بينس، لاحظ ياس في زاويه من الزاويه الشياره، يانس في مكان بروحه منفصل. فبالتالي ايضا ننتبه لهذا الموضوع. ايضا من الاشياء اللي انا بعد ابغى اشير اليها، انا ياس والله من فتره قليله بس احط النقاط المهمه عشان اعطيكم افضل ما عندي، يعني ان شاء الله. احنا قلنا الرجل يعيش الوحده، وقلنا الصومعة ايضا. انا بس افكر في النقطه اللي هي اكثر اهتماما، كيف ايضا يحلل او يحتاج، هل هو يحتاج للحب؟ 100% يحتاج للحب، من الحاجات الاساسيه في حل. هل ينظر في حل المشكله بانه يحتاج الى الحب والاحتواء ويحتوونه ولا يتركونه؟ والريال، ريال ما يصيح، ريال ما يقول، ريال ما يشتكي، ريال ما لا، الريال يشتكي ويصيح ويتالم ويحس. يعني الرجال الذي لا تندمع، يعني يقول انت مو بريال، سوري اسمحوا لي على هالكلمه، هالمقوله من اصعب المقولات اللي اثرت في كثير من الريايين اللي ادوا مشاكل في حياتهم اللي اثر فيهم. بالتالي لاحظوا الريال يبكي والريال يصيح ويتالم ويحس، تقول لي والله انا مهما اسوي فيه انا ما احس فيه يحس هذا الريال، وانا ما اقول لي ولدي ما يسمع كلام، وانا كل كلمه قلتيها، كل كلمة يحس الرجل كما تحسين أنت وأكثر. حتى لما يصير انفصال لا سمح الله بين الزوجين، ولو هذا شيء يعني ببعض كثير من الحالات، حتى لو صار، من يتألم أكثر تتوقعون؟ من يتعب أكثر تتوقعون؟ علميا ودراسيا أثبتت الدراسات، بعد كثير من الدراسات أثبتت أن من يتألم أكثر في حالة الانفصال هو الرجل. واحدة تقول الحرمة حليلة وعنده عياله وكذا، نعم لا، بالعادة تتألم، ولكن الرجل ما حد يعرف انه يتألم بصمت، ما حد يتألم، ما يتكلم، ترى هو ما عنده الكلام، يعني كلام سريع، ما عنده الكلام يعبر، ترى ما عنده هالشيء. لكن واحنا ننظر ان الريال لا، مو مسموح له، الريال مسموح له. الرسول صلى الله عليه وسلم بكى، احنا وين احنا الا من الرسول عليه الصلاة والسلام. زين، ما بنقول ان هذا الريال او هذا الانسان ما يحس او ما يشعر، او لا والله صلب ومجامد ويلا مهما سوينا ثراء، لا. وهذا الرجل في لحظه في ثانيه ممكن يطيح عادي، يتحمل سنوات وفجاه طاح، ما في ثانيه. اوكي، هذا الالم اللي يصير وتراكماته يمكن يتراكم، المراه يمكن اكثر تعبيرا عن الالم، الرجل لا. طب في حد يقول والله لما يمرض الرجل لما يمرض الرجل ما يشتكي ويتعب زياده، هو يتعب زياده بس احيانا ما يشتكي ويتعب زياده. يعني المراه عادي تحمى وتمرض وتطيح وتشل وتكا وفيها كذا وفي ما ادري وش الولد وش اللعبه، لا عليه بنفسه، هو كانسان خلاص دخل في مرض عادي، ينفصل عن العالم 4-5 أيام ما يخصه، ما يخص العملية. يعني العكس كورونا، ترى العكس كورونا، يعني في عهد كورونا، في عهد أنا سمعت بعد إحنا في كورونا، بس أنا أقول في عهد الكورونا يوم صارت الأزمة في أولها، كان في مطبات كبيرة عند الرجال، لما ينقصناها من خلال هذا وجدنا أن الألم صار عند الرجال أكثر من النساء. المرأة بفطرة من عظمة الرحمن إن أعطاها تتحمل هالمسؤولية، الرجل يتحمل دبل ولكن في صمت، بكرر صمت. واحد من الريايين يوم كنا عندنا استشارات، كنا ستاند باي في هيئه التنميه المجتمعيه، خذوا كثير من الاخصائيين النفسيين وخلوهم ستاند باي على كبار المواطنين،
ومجموعة كبيرة هائلة، والكل كان يتكلمين مكالمات يمكن في اليوم يعني ما شاء الله كم كعالي جدا الكبار، اللي يسأل شو أسوي واللي يسأل أمي وأبوي ما أعرف شو أسوي فيهم. ووحدي قال لي أنا أول مرة أجلس أعرف شو يبون عيالي، أول مرة أحس إن أنا لازم أسمعهم، أول مرة أبغى أفهمهم، طب كيف دكتورة أفهمهم، طب كيف أتعامل. صار في حوارات، صار في إحساس، صار في انه يبغي محتاج انه هو حد يكلمه، محتاج ان حد يسمعه، محتاج انه بدا يتالم. فبالتالي يعني لازم ننظر يا اخواتي الفاضلات يا اخواني الفاضل فضلاء، احنا لابد نهتم ان الانسان نفسيته على قد ما هو صلب على ما قد هو ضعيف من الداخل. في يقول والله الريال رجل صغير، طفل صغير عند احتياجاته يصبح طفل صغير، عند احتياجاته يفتح يصبح طفل صغير. انظر احتياجه، وشو يحتاج، شو أكثر احتياجاته؟ الحب، الثقة، المودة، الألفة، الضمة، اللمة، كل هالأشياء يحتاجها الرجل. انظري له بمنظار آخر غير منظورك إنه والله صلب إنه جامد إنه ما أدري إيش قايل إنك لا 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 لا، انظري بمنظور آخر، غيري النظرة لأمامك عشان تقدرين تتعاملين وياه. كل ما كبر كل ما احتاج حضن أكثر، كل ما كبر كل ما احتاج حب أكثر، كل ما كبر يحتاج المودة أكثر. أكثر واحد يبقى يتألف مع عياله في هالفترة، وخصوصا كل ما يكبر يحتاج ألفة الأسرة، يحتاج اللمة، يحتاج إنه يسمع. لذلك لا تخليني أروح عند ربعة، يعني أوكي خليه يطلع عند ربعة أوكي، ولكن كوني حذرة، خليه عندك بعد، حاولي تحتوينه بعد أوكي، لا تخليه دائما بعيد. طبعا هذه من الأشياء الرئيسية اللي أنا أتكلم. طب في أشياء وايد مهمة بقول لكم اياها، هي سبع اشياء مهمه انتبهوا لها، سبع اشياء مهمه جدا انتبهوا، كونوا معي في هذه النمسيه الجميله. اهم الاشياء يحتاج الرجل المدح، امدحي امدحي امدحي، طبعا مو يعني على شيء وما شيء، لا امدحي بمعنى يعني دوم ما شاء الله عليك تبين لنا اغراض مميزه. يوم انا اصير جمعيه صراحه ما اعرف اسوي، لكن انت ما شاء الله عليك ما قصر حتى الاشياء البسيطه، انت دوم مميز في ما شاء الله ريحه الله الرائع، ما في عطرك ينن، اشيائك ما شاء الله اليوم متعدل، متعدل وين ساير الله اعلم. احنا شي نسوي عشان بس نقول لكم واضحين صح ولا لا اخواتي، ها احنا بنشوف الريال ها متعدل وين ساير، ها يا ويلك انت، ها اكيد يوم انا وياك ما تتعدل مثل هالما. طب يا اختي ليش انت تجي؟ قولي بالعكس انت ما شاء الله اكثر جمالا، انت اكثر حيويه، انت اكثر ما شاء الله عليك تالف، يعني المدح بمعنى صح. بعد فكره الابتعاد، شيء اسمه الابتعاد او فكره ان كيف عمليه الابتعاد، الرجل يحتاج الى مساحه. شو مساحه الابتعاد؟ مساحه الابتعاد مهمه جدا، خلوكم يا اخواتي وهذه مهمه عشان تكون في حياتكم الزوجيه رقم واحد. كل ما عطيتي مساحة للابتعاد كل ما جربتي منك أكثر، انتبهي، كل ما عطيتي مساحة للابتعاد كل ما جربتي منك أكثر. بمعنى أنت لك الحق أنت تروح مع ربعك، ما بكل يوم سهران مع ربعك، كل يوم ما تجلس وياي، أنت شو لك كل يوم عند أمك وأبوك وأنا وين، أنت دو ناسني وما لا 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 لا، وايد يحب يكون أعطيه هدوم وياك، ولكن هو محتاج فترة من مساحة الابتعاد عشان أكثر حبا، عشان أكثر لما يجي مشتاق لك، لما يحس إن أنت وحدة يعني أساسية في حياته. لكنه هو محتاج إن يكون مع ربعه، أو محتاج يروح يقول مثلا، يقول أنا بسافر مثلا ويا ربعي، يقول لا ما يسافر، لا وين يصير عني، لا أنا وياك أنا وعيالك ما يخمس، لا أعطيها المساحة عشان مو بأخذها غصبا عنك. واضح؟ كل ما أعطيتي مساحة كل ما كانت الحياة أجمل، مو بالمساحة اللي هي شهر شهرين، أنا أتكلم عن أسبوع أسبوع أسبوعين، ما أتكلم شهر شهرين، ما أتكلم عن أربع خمس شهور، ما أتكلم، أنا أتكلم على شيء رمزي وواضح ما كم من عدد بسيط جدا أوكي. المساحة حتى لو بالأسبوع مرة هو يكون ليوم حقه، أنت مثل ما كل يوم حقك وبعد له يوم، اليوم اللي حقه يصير فيه يطلع فيه يبتدي يسوي ربعه، يسوي مثلا كل خميس او كل جمعه، احنا اجازاتنا اختربت الحين، ما اصبح لها يوم خميس، اصبح جمعتنا يوم السبت والاحد. ايضا في سياسه عنده مشكله الغموض احيانا،
ما لي انا مسجل، كان في افكار عندي بسجلتها في البوينت موجود عندي. مهم جدا ان عمليه الغموض عند الرجل، هل الرجل غامض؟ رايكم شو رايكم؟ انا طالع الحين السجل، هل الرجل غامض؟ نعم لا، ابى اشوف كم نعم كم لا. هل الرجل غامض؟ انا ياسا اشوف حواراتكم ترى نعم لا. بتوقف الارسال ولا لا؟ اوكي ما اشوف، ما يتحرك. نعم يس اوكي. هل الرجل غامض؟ لا اوكي. نعم واثنين نعم، ثلاثة نعم، بعد ثلاثة نعم، اثنين لا. لا الرجل شرات الطفل ينكشف على طول. اوبا انزين، بعد نعم لا، كم نعم؟ خمسة لا، خمسة نعم، اثنين لا. اما يا اشوف بعد شو رد فعلكم، هل الرجل غامض ام لا؟ نعم لا. ابى اشوف بس ردة الفعل عشان بس اعرف مدى. لا مكشوف يقولوا لي، بس لا مكشوف الريال؟ لا ما حبيت انه مكشوف صراحة. زين اوكي، تتوقعون الريال مكشوف؟ تمام اشوف. نعم يعني الاغلبية يقول الرجل غامض. نعم الرجل غامض، يحب هو غامض بس انه مش واضح، يعني هو تحسيبه بشكل غامض ولكن هو مكشوف مثل ما قالوا بعض الاخوة والاخوات، مكشوف يعني عادي اذا هو انسان طيب يعني وكل الكلام على لسانه وسهل ممكن ينكشف بسهولة. لا مسكين يقولوا لكم الريايل، يقولوا لا مسكين زين. لا هو غامض احيانا في حالة هو يكون غامض لانه ما يتكلم، هو غامض لانه ما يتكلم، وبعشان هو شخصيته غامض لانه ما يتكلم عن المشاعر بسرعة، ما يعبر عنها بسرعة، ما يقول انا احب الشيء فلاني استوى شيء فلاني انا كذا، لا. فتحس انه هو غامض احيانا لما هو يبى يكون غامض فقط لا غير، لكن طول ما هو مع اهله هو مكشوف مثل ما يقولون بعض الناس هنا، هو مكشوف تمام. ما يحب الشيء اللي مو واضح، هو ما يحب الغموض، هو ما يحب الغموض. يعني يجب بنيواد واضحة وياه في حال، والصدق رقم واحد عنده، الصدق رقم واحد عنده، يعني يجب مهمة جدا في حالة أي مع نقل معلومة أو أنتي وأنتي وين أو أي فكرة قلتيها يجب فيها الصدق. في حال إن صار مرة أو مرتين حالة من إن أصبح ما كنتي صادقة، أصبحتي أنتي يعني صرتي صفة هو ما يحبها وما يحب العدم التحوير في الكلام، بالتالي أصبحتي غامضة عنده. فدائما تكونين واضحة وانت تكون واضح بحيث ان يصير، لكن احيانا عدم صمت الرجل يجعلها مثل ما قلت لكم غامض. ايضا في نقطة مهمة جدا، عنده خطوات دائما مدروسة، يعني لما يتحرك خطوات مدروسة، اغلبهم نقول حوالي 80% او 75% من الرجال خطواته مدروسة. عادي يقول مثلا انا بشتغل وبعدين بكمل دراستي وبعدين بكون بزنس وبعدين كذا. المرأة مرات من ضغط تحمل المسؤولية، طبعا ما بعد ما بدخل في مقارنات عشان ما يصير ان انا بتكلم عن المرأة لان عندنا حلقة اخرى للمرأة ان شاء الله. فبالتالي الرجل حركاته او تصرفاته احيانا تكون مدروسة، وفي اغلب الاحيان تكون مدروسة، ما ينطلق من خطوة باء الى خطوة جيم، لا الف باء بالطريقة، يمشي بطريقة واحد اثنين ثلاثة اربعة، دارس كل خطوة على حدة. وبالتالي لما يروح مثلا تبغون تنظمون رحلة او بتسافرون سنة في الصيف، لازم مثلا يكون قبلها بشهرين ثلاث اشهر واريد مرتب السفرة وبياخذ كامل البجت وشو بيدفع منو بيصير ومرمسنكم في السالفة. بالتالي واضح بكل الاحوال، واضح في كثير من التصرفات. ايضا في النقطة بعد، ان عملية
الحوار او الكلام عن ألمه، مثل انا قلت النقطه هاي سوا ولكن احب اكد عليها، الحوار او التحدث عن الالم احيانا دائما يكون في حال الصمت وما يتكلم، بالتالي انت افتحي الحوار في حاله انت حسيتي ان الصمت ممكن يؤذيه، لانه ممكن يصيرون يعني اغلب الرجال يصير عندهم يعني طول عمر لكم جميعا اللي هي السكته القلبيه اكثرهم الرجال مو بالنساء، نتيجه للكتم او التراكم وعدم التحدث عن الألم، وبالتالي يكون صير عملية السكتة القلبية أكثر عن الرجال من النساء كما يقولون، ولكن طبعا كل الأعمار بيد الله، ولكن هذا من الأشياء اللي هي طبعا تكلمنا اعتقد 7 أشياء تميز الرجل في هالموضوع. وفي نقطة أيضا مهمة حابة أقول لكم نسميها جسور برمجة الرجل، شو الجسر اللي أنت تقدرين توصلين فيه للرجل بأقصر طريق وأسرع إلى القلب، جسور مهمة جدا أو تكنيك معين أنت تقدرين توصلينها بأسرع طريق للرجل. ما هي الطريقة؟ طبعا مهم احرصوا عليها حتى الرجال، ترى أنتوا تسمعوني الآن هاي نقطة مهمة جدا، لما تعرف نفسك تقدر تتعامل معها، مو بشرط بعد حرمتي اللي تعرف، لا أنت بعد لازم تعرف كيف تتصرف مع نفسك. ففي نقطة مهمة جدا في عملية أن أنت كيف أنك أنت تتعامل مع الشريك، أولا هي كلمات بسيطة جدا، هي كلمات بسيطة جدا، هاي الكلمات هي أنت أقوى، أنت أقوى، يحب دائما يكون القوي، يعني دائما أبغى تقولي له أنت دائما قوي، أنت الأمان، أنت لا خلي الأمان حقيقي يعني عند الأمان، أنت قوي طول الوقت، أنت تمدحينه أن أنت شخصية حافظ على نفسك، اللي بتلعب الرياضة، بتعمل كذا، فبالتالي يحب دائما يكون مركز قوة وليس مركز ضعف، واضح؟ هذه وايد مهمة، إذا أهم جسر ومن الأشياء الرئيسية عشان نقدر نحافظ على الرجل، اذكري أنت قوي، أنت قوي، كلمة هاي مهمة. أيضا نقطة ثانية بتقول أنا أحترمك، كل الاحترام لك، الاحترام أساس العلاقة الزوجية، الاحترام ثم الاحترام ثم الاحترام، أبدا أبدا ركزي أبدا ابتعد عن كلمة أي شيء يأثر على كلمة الاحترام، أبو عيالي، أبو فلان، أبو بخلود، حمود، أنت وين؟ أنا أبو، لا طبعا أكيد ما بتقولون حمود، هذا عيالكم يقولون، ولكن يعني مثلا تذكرين بأحلى الأسامي، الغالي، إلى آخر من الأسماء الجميلة، يعني بالتالي أنت لازم تأدين احترامه، أنت عراس، بارك الله فيك، ما أدري يعني اللي تبونه، بس قدري، احترمي، الاحترام كل ما دخل البيت كل ما علا الأسوار، كل ما دخل البيت كل ما علا الأسوار. اي احترام او الخلة على الاحترام بين الزوجين اعتبرت العلاقة انتهت. العلاقة وايد مهمة، عملية الاحترام رقم 1 في الحياة الزوجية، فبالتالي وايد يحب يحترم، وايد يحب يحترم على الصعيد الاسري، على الصعيد الزوجي، على الصعيد على مستوى صعيد المجتمع، احنا كلنا نحب نحترم، ولكن الرجل في هاي السمة قوية جدا. ايضا انا احبك، انا احبك، واحد يقول ييه عيست، انا اقول احبك احبك وما يقول لي ولا كلمه، لا قوليها عشان ما يقولها، عادي يظهري هذا الحب، لا تقولي والله كبرنا انا ما اقدر احب، كل ما كبرتي حبي، كل ما كبرتي اعطيتي اكثر، كل ما كبرتي اصبح محتاجه لها اكثر، فبالتالي نعم انا احبك، انت بعيالي، ما لي غنى عنك، كل الكلمات الحلوه، كل الورود، كل الهدايا الرمزيه، مو بلازم يبلى والت ولا محفظه ماركه مادي شو ولا يبلى الساعه مادي ايه، لا رموز، رموز هاي جميله، تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا، الرجال يحب الهديه، وايد مهم الهديه، الهديه مش بس بالمعنوي، الهديه بالكلمه الجميله، بالكرت الجميل، بس بالواتساب، صباحك جميل يا غالي، يا مدي كذا، وينك انا ما شفتك اليوم، يعني لي افداك الاخره، وايد كلمات جميله تقدم تعبيرها، فانه محتاج الى الحب دائما وابدا. ايضا رقم 3، رقم 4 انت مختلف عن العالم، انت مختلف، انت مختلف، بالتالي اهتم بانك انت مختلف، انت محتاج ان انت او تحب ان دائما انه يعتبر الانسان المميز عن حتى مختلف عن عياله، مشكله لما يبي عيال نسى الريال حليله، لا هو دائما رقم 1 في حياتك،
بس مو رقم واحد في حياتي بحيث ان انت ما تتحركين من لما من خلاله. بعدين نتكلم على خلونا ما بطل لما بدخل في مقارنات بروح للصوب الثاني. لا خلوني يعني اكون اكثر تركيزا وياكم كرجال، فبالتالي هو مختلف عن كلنا. خليه انسان مميز في حياتك يعني عادي. مثلا انت اليوم محتاج تجلسين وياه، تعال نتغدى وانت بعيالي في مثلا في اي مكان في البيت، بحط مكان كورنر معين بسكال. خليه له خصوصيه، خليه له انسان مميز عندك، فبالتالي هو مختلف. ايضا الامان، الامان موجود عند الزوجين ولكن عند الرجل محتاج الامان. الامان بان باكر لما يكبر حصل سند، مثل ما انت يوم تكبرين محتاجه سند، ولكن حتى الرجل عنده هذه الحاجه. لن نقول الرجل ما عنده الحاجه، الرجل عنده هذه الحاجه وقويه ايضا. وبالتالي احنا محتاجين دائما يكون هذا الامان في نفس الطريق. ثالث شيء، انا اسف، انا اعتذر. انت كرجل اعتذر، في تقول والله انا ريال ما اعتذر. لا، الرجل يعتذر اذا انت بعد بادرتي بالاعتذار. ثقافه الاعتذار ثقافه عاليه جدا على مستوى من الرقي. لا تتريى دائما هو يقول لك انا اسفه. الرجال يقول اسف ترى، يقول اذا حس بالخطا حيقول. وفي مرات احيانا ما يحس، ولكن مرات اغلب المرات يحب الاعتذار. حاولي حتى لو تحسين مره اللي هو فن التغافل. فن التغافل هذا فن جميل ايضا. فن التغافل تغافلوا، تغافل. بعض الاحيان احنا محتاجين نتغافل، حابين ان احنا ما كل شيء نشوفه تحت الميكروسكوب. ها قال سوى حط سوى ما ادري شو استوى، لا والله ما ادري قال، لا والله قال الشيء فلان، شوفوا هالحركات كلها. اوكي هذا بعد ان احنا حاطين تحت الميكروسكوب ياسين شغالين عليها. تغافل يا اخي، على صوته زين، اسكتي يعني. طب صوتك عالي زين. لا حاولي ان اهدي، حاولي انه هو لما يجي محتاج منك ايضا ان انت غلطي قولي مو غلط. دوما نعتذر، لا، في حال الاعتذار يجب نقول انه انا غلط، لابد ان اعتذر. ايضا كلمة انت رائعة، مروعك. طب مو مروعك ما نبيل شعيل، ما هاي غنيت صح ولا انا غلطانة؟ مو نبيل شعيل يقولها هاي. اوكي زين، ما اروعك هذه يعني ما اروع بمعنى انك انت متميز في حياتي. انت وجودك في حياتي تميز، انت في وجودك بكلماتك بحركتك متميز، انت وجودك مع اطفالك متميز، انت مع اهلك متميز. اذا هذه الاشياء البسيطة وهذا الجسر الجميل وهذه الكلمات الرائعة اللي قلتها، يجب ثم يجب خواتي الفاضلات والاخوة الفاضلات ان تكون موجودة كلغة حوار بين الزوجين. هذه مهمة جدا، طبعا مش لغة حوار لكن عند الرجل هذا الجسر قوي جدا ومحتاجة منك. لو سويتيه تملكين القلب وما ما تريدين. فانت وايد مهم عندك هذه النقاط. ما ادري انا وصلنا الحين الساعه كم، تمام. فهذه من الاشياء اللي احنا بعد نهتم فيها. ايضا حابه اقول لكم طيب انا بعد بدوركم على الاشياء الاهم يعني عندي بحيث عقل الرجل شويه حننطلق فيه شويه بدخل فيه ديب. عقل الرجل يعني العقل نفسه كيف يفكر، هو يعتبر صندوق محكم. عقل الرجل صندوق محكم صعب تدخلي له، ما يسمح لك انك تدخليه بسرعه، دائما يعطيك فتره عشان تدخلي هالصندوق. صعب تدخلي له لانه هو اللي يحلل وهو اللي يعطي، ومو بسهل انك تطبقين. دائما ايضا الرجل ينظر بطريقه معينه، ما ينظر على 4-5 جوانب، يعني ما يشوف المشكله من 5-6 جوانب، ولكن العقل يميز بطريقه دايركت ويحاول ان يحلل الامور بطريقه جدا تفصيليه. التفصيل عنده مهم، بمعنى كل شيء مثل خيط الإبرة، تفصيل كل شيء يفصله ويمشي عليه ويشتغل فيه بمعنى أصح. أيضا واحدة تقول مثلا لا، الريال دائما يتعامل بعقله وليس بعاطفته. الريال يتعامل بالتو تايب، بالعاطفة والعقل، ولكن العقل يغلب على العاطفة. وعند الرجل العاطفة تساوي العقل أحيانا. المرأة هي عاطفتها أعلى شوية، وهذه من نعم الرحمن عليها بعد، يعني رب العالمين ما وجد صفة إلا لها هذا الشيء وهذا التميز. فبالتالي هاي السمات أو هذا العقل أيضا لابد أن نأخذ بعين الاعتبار.
في نقطة وأسميها الخلطة السرية في التعامل مع الرجل. الخلطة السرية في التعامل مع الرجل تتكون من: واحد، أنك الفارس البطل عندي، أنك أنت الإنسان المميز عندي، وبركز أنت الفارس، أنت البطل في حياتي، أنت من تأخذ بيدي، أنت من كل ما عليتي منه وعليتي ذاته، كل ما كسبتي أكثر، كل ما حباك أكثر، كل ما احتواك أكثر. خليه مميز عندك دائما وأبدا في بيتك. زعلتي منه سامحي، زعلتي منه لا تطولين في الزعل، ولا تطول في الزعل. عادة لما يصير مرات الخلاف، لما يصير الخلاف بين الزوجين عادة يأخذون زاوية. الرجل هذه خاصم 3 أيام، يعني تخاصم من حديث الرسول إلا ما يكون في خصام لا يزيد عن 3 أيام، وهذه حقيقة، هذه حقيقة. فلازم في حال الزعل والخصام يفترض إنه ما يزيد عن مدة 3 أيام. الرجل يحب وايد إن حد يصالحه من الآخر، خلنا نوصل من الآخر لازم ندف ندور، يحب حد يصالحه، بس مو دوم طبعا ولا يعني أتركه، لا. الحوار وايد مهم في حال وجود أي مشكلة، فبالتالي نهتم بهذا الجانب ونحاول نعدل من هذا الموقف، ونحاول نعدل بطريقة أننا أرجع أتكلم معه ويهدي. بس ما ينفع أتكلم وإحنا بعدنا زعلانين، نعطي مساحة لأنفسنا لأن يحبه المساحة، مثل ما قلت يحب أن حد يعطيه وقت يتعامل مع نفسه، لأنه مو بقادر يطالعك أو مو بقادر يتعامل معك، فأعطيه في هذا المجال. بالتالي حاولي في حالة أن وجدت فرصة الحوار، ولا تتركينا وايد زعلان، حاول بقدر الامكان تكونين قريبه منه. نقول الكلام سهل؟ لا، نقدر نسوي اذا نبغي، كل شيء نقدر نسويه اذا بغينا. احنا ما بنغير العالم، ولكن علينا ان نغير انفسنا. ان الله لا يغير بقوم حتى يغيروا انفسهم. طبعا اني وصلنا تقريبا لنهايه الحوار، احنا وصلنا تقريبا الان ما اعرف احنا كم الحين سوا، خلينا نلبس نظاره 4:15 الان. طيب طبعا الحين انا حابه ان اعطيكم مساحه تسالون، شو رايكم تسالون وانا اجاوب. انا اشوف عندي الشاشه امامي، لو في سؤال انا ارد عليكم، ولو في اضافه حابين ان انا اضيفها لكم انا حاضر نعيد لكم ان شاء الله. تفضلوا، خليني اسمعكم، خليني اقرا ما بين السطور. شو هي الله طيب، ما في ولا أسئلة؟ أنا حابة أشوف أسئلتكم خواتي، شو رأيكم؟ خليني أشوفكم، يعني إن هذا الشيء وايد مهم. كيف التواصل مع، كيف نتواصل معك؟ أنا موجودة في الهيئة موجودة في الهيئة، دكتورة هالة إبراهيم سالم الأبلم، موجودة نائب مدير قرية العائلة في هيئة تنمية المجتمع، وخواتنا ما يقصرون على المنصة إن شاء الله. أنا موجودة وياكم، حبيتوا أي سؤال. الحل مع الرجل الذي يتجاهل وما يتصل ولا يسأل، سؤال وايد حلو. شو الحل مع الريال اللي ما يتواصل يتجاهل؟ طيب، أولا السؤال هذا وايد مهم. هل هذا دائما نشوف، ارجعي للذاكرة للخلف، هل هذا أول ما صارت وياكم مشكلة؟ شوفوا أول 3 تجارب تصير في بداية حياة زوجية، إذا صارت المشكلة وتركناها وأنا تجاهلته وتركت فترة وحاس إنه يا صالحني وما رديت عليه، أصبح عندي خبرة، أصبح هو عنده خبرة إن أنا جيت في يوم من الأيام، لا تحاولوا بسرعة لها لأن ممكن أرجع للحوار زين، جاهلتني وبالتالي ما علي أنا براوية، بصير عناد، رجل يدخل في عناد هني، أوكي، ويكرر تصرفش قد مضى من السابق. هو ما يتجاهل أكثر من هو يحتاج وقت يسكت. أولا شوف المدة الزمنية كم، وحدد المشكلة كم، وبعدين قيسي عليها وشوف الخبرات السابقة ورتبي عليها. يعني هذا التصرف ما يطلع في يوم وليلة، التجاهل لا ما يطلع في يوم وليلة، إلا إذا كان من صفات الأسرة عادة، يعني حد من أهله وراثي، أسلوب وراثي. هني بس إن أنا أبغى أعيد الكلام، أطلع فوق فأنا ما ألحق أجاوب الأسئلة. فكيف ننزل؟ ترى إحنا ما عندنا ثقافة الانستغرام، أنا ترى ما أطلع وين الانستغرام. اوكي، يعني اللايف هذا قليل ما اطلع اللايف، فبالتالي يعني خلونا شوي نتعلم شوي شوي علي، احنا ما اعرف راح السؤال فوق. تمام، فتعلمي وحاوري، لا تخلينا يعني اذا كنت توكم بداية حياة زوجية حبيبتي بادري بالتحديث،
وحاولي مثلا تكلمينا ان انا حابه تكون انا موجوده في حياتك. اقول ليش تتجاهلني وما تعبرني؟ لا انا حابه اكون موجوده في حياتك، حابه لما يكون في شيء في خاطرك تقول لي اعطيه. انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، حلميه شوي شوي، ممكن ان شاء الله يتعدل ثقافته في التجاهل وتعدل اموره. يخير دائما تفاءلوا خيرا تجدوه، تفائلوا خيرا كل ما حطيتي انه والله ما برد علي وما بتجاهلني، اذا بتجاهلني معناته حتجاهل جهدي. لا دائما حطي لا احد ان شاء الله ما حيتجاهلني، وان شاء الله حنكون اكثر قوه واكثر حب باذن الله. حد منهم صام دائما يكون عميين؟ يعني مو كلهم عميين، لا لا في تعميم غلط، دائما نقول لا تعممون سلوك. انا اتعلم منه او هو يعلمني؟ ليش لا، كلكم تعلموا من بعض. كيف نتعامل مع الرجل الصامت؟ يعني الرجل الصامت، الرجل الصامت هي سمه من سمات الاسره، يعني بصفته او نمطه، النمط لان احنا ما تكلمنا عن انماطها، نمطها بروحه ورشة اخرى. النمط الشخصيه الصامته هو اكثر مفكر من اكثر من متعدد. فتشوفين هالنمط، يعني هل هو نتج عن موقف، هل نتج عن مشكلة صارت، هل نتج عن تجربة صارت؟ لازم نشوف الأسباب. إذا حددنا السبب وحددنا المشكلة أصبح سهل حلها، أبدا ما في مشكلة ما تنحل، كل شيء في الدنيا ينحل بحول الله وقوته. فبالتالي وايد مهم أن أنا أشوف السبب، أي مشكلة تصير ليش ومتى والوقت، وهل تكررت وكم عدد التكرار وأي الأوقات، هل في موسم معين أو في لا، هل هناك ناس داخلين في المشكلة أو لا؟ هذه وايد مهمة، لأن أخذنا بعين الاعتبار. حد منهم يصد عنك فترة طويلة لسبب زعل، كيف أتراضى مثل بالورد؟ والله أي أسلوب، في مثلا رجل يحب الورد يعني بصري، وأغلب الرجال بصريين يحب يشوف أكثر من يسمع. إحنا سمعيين، المرأة سمعية تحب الأطراء الحب. دكتورة هو يوم شيء عادي يحصل بس العكس. طيب ال أنت حلمي حبيبتي، يعني الورد سمة يعني لغة من اللغات، هو بصري هو سمعي، بس أغلبهم مثل ما قلت لكم بصريين. فاستخدمي أسلوب هذا إن شاء الله في حالتين جارحة ومنها نسى. في حال كانت انتقاداتي جارحة وما نساها شو الحل؟ أيوة يبدي نقطة وايد مهمة، جزاك الله خير. الرجل لا ينسى، ما بزعلكم بس الرجل ما ينسى، عادي يتذكر من 5 سنوات صار، عادي بالتاريخ اللي قبل واللي بعد. فلذلك كوني حريصة انه ما يصير تصرف قد يكون في ذاكرته، يعني عاد مر سنوات عمره ويقول اليوم الفلاني قلت الشيء الفلاني، ويخزن ما يقول، يخزن. انتبهي النقطة هذه وايد مهمة، فلا يصير شيء وايد قوي بحيث انه ما ينسى بس يتم داخله في التخزين، مخزن لك في الصندوق ماله ترى. انتبهي لهالنقطة، واضح؟ طيب ليش الورد للنساء هو ما يحب الورد؟ يبي له عطر الورد. حبيتها والله. لا يمكن رومانس الريال، يمكن رومانس الريال يحب الورد، يجيب له زين ورد اللي هو هذا اللي ما ادري غالي هذا اللي حطنا، لا تجيبي له قص عليك، لا تجيبي له شيء عطر مثلا مضرب دهن عود، شيء طقم مصباح، شيء يعني غير لغه، وايد لغات موجوده. شو هذا جاء؟ حبيت التعليق ما بقوله. اوكي زين تمام زين. طبعا انا حواري انا وايد سعيده بحواركم وياي، جدا سعيده جدا. فان شاء الله يعني هل في سؤال اخر ولا احنا تقريبا في النهايات؟ انا اشكركم. هو ما يحب ياخذ ما يعطي، هو يحب ياخذ ما يعطي. احنا انت طلعتي عليه هذا، لا اكيد هو يعطي وياخذ، وانت تعطين وتاخذين، لكم السمتين مع بعض. جربي، لا تحطون انه هو ما يسوي، هو ما يقول، هو ما لا حاولي مره اثنين صادقين حتعلمينه،
صدقيني حي مع وقت حيتغير الوضع، لكن اذا اللي يعطي هو ما في انسان ينحط بهالقياس، عاده ما يعطي ياخذ، مو كل صح الناس تعطى وتاخذ، لكن في اختلاف، ولكن حاولي لا تحطين هالسمه عليه عشان انت ما تتعبين، مو هو يتعب، يحب الهدايا وانا ليش ما انت اعطيه هدايا وتحب تحب تحب تعطيش بعد هدايا، لا تحاتي مشكله احنا الحريم ما نبغى هدايا، نبغى هدايا غاليه، يجيب لي خاتم الماس ولا يجيب لي ما ادري سوار ما ادري ماركه الشو، صح ولا لا؟ ها لا هدوا هدوا حبايبي هدوا، الحين غاليه الدنيا والله. لا حاولي، لا صدقيني حاولي حبيبتي، والله ما في شيء، طول ما انت تحبينه لازم تحاولين، طول ما انت تبين تعيشين حياه حلوه لازم تحاولين. ولا اذا قلتي انا حاولت وما اذا شوفي شو السبب حبيبتي، حطي ديت على السبب، حطي على السبب وان شاء الله بتجدين الحل. فمت احب اعطي هو توصل مرحله من المرأة احيانا من كثر ما تعطي ما تقدر تعطي بعدين، لكن عساوي ستوب ورجعي عيدي حياه مره اخرى وغيري الاسلوب، غيري دوري عده اساليب في انك تقدرين توصلي لهالشيء. اذا سالت عن الرجل وايد يطاق، طبعا مو بتوقف تسالين انت شو، لا هو يحب دائما يكون عنده مساحه مثل ما قلت لكم ان يتحرك مثل ما هو يبغي، فلا تسالين على طول، لا تسالين على طول ها وين صرت وين جيت وين، لا 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 ابدا، اعطيه مساحه، اعطيه من الثقه، احنا قلنا في البدايه الثقه، وكوني قدير بهالثقه، لا تشكين ليش ما صاروا احنا الاشياء الامور الشك ما غيره يسوي مشاكل كبيره جدا، والشك الشك يؤدي لامراض ويؤدي لمشاكل فيما بعد. كل يقول ما عندي رايلي استاذ رايلي انا وايد رومانسي لكن يكابر ودوم يسوي عمره ثجيل، يعني انا عارف حبيبتي حلو انت برش قلتي يسوي عمره ثجيل، بس هو مو بثجيل هو يحبك بعد ترى وما يكابر، هو رومانسي اكيد، انت رومانسيه ترى، مو كنا الرجل عاده لا يعبر بطريقه واضحه، ما اللي قلت اياه يدل على انكم انتبهوا، ترى هو ما يعبر ولكن يحبكم صدقيني يحبك، اوكي؟ فانت كوني رومانسيه عادي، احنا لو كنا اثنين رومانسيين يعني ما بتكون حلوه، لكن واحد رومانسي واحد مو برومانسي الاثنين يكملون بعض ان شاء الله. شكرا لكم ويعطيكم العافيه، بارك الله فيكم. تقريبا احنا وصلنا سنه متزوجين الحمد لله مستمرين بدون استشارات، وانا يا رب دوم ان شاء الله يا ربي يسعدكم ويعطيكم العافيه ويبارك لكم يا ربي احلى زوجين ان شاء الله تعالى. شو الدليل انه يحبني؟ انت تسالين وانت تجاوبي، سالتي فانت تجاوبين، دليل انه عاش الى اليوم وارتبطوا مع بعض فهذا دليل قوي ان شاء الله تعالى. شكرا لكم يعطيكم العافيه، بارك الله فيكم، امسيه سعيده، ونقول مع السلامة، أشوفكم في الحلقة القادمة إن شاء الله في حوار آخر إن شاء الله عن خصائص المرأة، يعطيكم العافية، جزاكم الله خير.